الساعة 3 الشارع مسكر من إشارة الفروانية إلى الملعب. يعني أنا من الإشارة للملعب قعدت أكثر من 45 دقيقة، بس هذه المسافة بسيطة. صحيح. فأنت يعني لما أنت تكون والله عندك مباراة بهالحجم هذا، لابد تكون دوريات قدامك، لابد تكون مجهز نفسك، لابد تكون مجهز باصك، لازم هذا حضور مبكر، لازم وبعدين حضور مبكر. ليش؟ أول شيء أنت ما تشتت اللاعبين، واللاعب يعني يرتاح. أنت الحين حتى في البطولات مثلا أندية اللي برا، تلقى اللاعب جاي حاط الهيدفون ماله، ما يدري عن الدنيا، يسمع له اي شيء كذا، ولا قاعد بينه وبين نفسه ودش المباراه مركز. مركز في المباراه. احنا ربعنا يسولفون مع الجمهور اكثر من تركيزهم، يدشوا الملعب قاعد يصفقون، يعني كانه كرنفال، كانه واحد يعني بعرسه ولابس البشت وجاي يسلم على ضيوفه ويزفون. وين الجهاز الاداري في هذا عمل؟ انا اقول لك الاداره مو شرط. الإدارة دورات تدخلها، علم يدرس، مو بس إن والله بس أنا إداري وبس، لا أنا أستفيد الحين يعني حتى أنت طريقة التعامل مع اللاعب الصغير غير التعامل مع اللاعب الكبير، غير التعامل مع اللاعب النجم. يعني اللاعب النجم هذا من حقه يشوف نفسه، أنت شلون تسيطر عليه، شلون تقدر أنت تداريه، شلون تقدر أنت توقفه في بعض الأمور على قولته. يعني أنا حسب ما عرفنا وحسب ما سمعنا انه حتى ما كان في ذاك، يعني نوعا ما حسب ما ذكرونا انه ما كان ذاك الانضباط حتى في 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 الفندق. يعني انا اتمنى انه يكون كلام هذا مو صحيح، بس انا يعني اقول يعني صراحه 60,000 المتفرج اللي حضروا، مو 60,000 المشكله، مو 60,000 المشكله، ان اللي وراء الشاشه ما في بيت كويتي ذاك اليوم ما تجمع المباراه. صحيح. كان يعني احنا كانت الكويت يعني الشوارع فاضيه، الكل يا في الملعب يا في البيوت تبع المباريات. لا واللي ردوا تقريبا نفس ما كانوا 10,000 و15,000. صحيح. متفرج يعني هذول كل ابوهم. يعني لابد انه والله يا جماعه هي العمليه مو الفرصه، ترى ما تجي الا مره واحده. لا تقول والله انت السنه الجايه انا متاهل وانا مثل الخط السريع ما واصل النهائي، لا في فرق قدامك، ويمكن تطلع من الدور الاول وتطلع من الدور الثاني. نادي الكويت العام البطل هالسنه طلع من الدور الاول. اي ما فيها مشكله طبيعي. انت لا تامل والله انه والله ما جتني فرصه السنه هذه خذيتها بالنهائي، انه والله المره الجايه اخذها. احنا نتمنى انك تصعد الادوار النهائيه، واتمنى انك تصعد البطوله اصلا. صح. اي بس انا اقول لك شغله، انت العمل كان في شيء من الخطأ. صح. في خطأ. بحس ان القادسيه ما كان في وضع طبيعي فنيا داخل الملعب، شنو السبب؟ والله شوف أخي ناصر، أنا أقول لك المباراة هذه أمانة يعني يفترض أن الكل يستفيد منها، لا لاعب لا إداري لا فني، لا يعني كافي أن استفدنا قاعدة رياضية في مباراة الاتحاد والقادسية، أن كرة القدم لا تعرف الأفضل. يعني مو شرط أنك أنت الأفضل أنك أنت تفوز. القادسية أفضل على الورق، كان لا داخل يعني ما خل أفضل. نادي القادسية ما كان نادي القادسية، كان منتخب الكويت مطعم في نجوم منتخب سوريا. يعني أفضل اثنين في منتخب سوريا فراس وجهاد وشاركوا في المباراة. صحيح. فأعتقد أنه يعني لا يوجد هناك أي لاعب غير دولي أمانة. يعني إحنا نقول يعني كلها هذه نتج عنها الساعة ونص اللي صارت في المباراة. أنا أعتقد يعني توظيف اللاعبين ما كان في المستوى المطلوب. يفترض أن يكون يعني قراءة الكابتن محمد إبراهيم في المباراة يعني أكثر يعني واقعية، خصوصا أنه يعني كان تقريبا التوازن ما كان موجود في بداية المباراة. كان الفريق يعني أنا أعتقد من قرارة في وجهة نظر متواضعة أن الفريق يعني تفاجأ في فريق الاتحاد السوري، ما توقع أنه في هذا القوة بهذا الحجم. كان يعتقد أن مباراة تكريمية رايحة مجرد مثل ما تفضل أبو عبد الله ساعة ونص وراح استلم الكاس وحصل. بس أبو حسن فريق الاتحاد كان الكرة المرتدة، فريق واضح مسكر دفاع ويهاجم. يعني محمد إبراهيم ليش ما تعامل وياها الطريقة هذه وعلى أرضك وسط جمهورك؟ يعني هو طبعا من الأخطاء اللي حصلت في كقراءة للكابتن محمد إبراهيم، يعني إصراره على العمق، إصراره على العمق، خصوصا لما الفريق يلعب أمامك، الخصم يلعب في طريقة 4-5-1، بديهي يعني أبجديات التدريب أنت تلعب على الأطراف. صحيح. حتى أنك أنت تقدر تضرب فكان يفترض أنه يعني خصوصا يعني عندك فريق، عندك منتخب وليس فريق، يعني في مستعد أنه يستوعب أي خطة
أنت تضحى حتى لو كانت وليدة اللحظة. فأنا أعتقد أن يعني عندهم الاستيعاب الخططي يعني جميع اللاعبين بما فيهم الاحتياط. فأنا أعتقد أن يعني إصراره على عدم اللعب في فتح اللعب وجود مساعد رداء في قلب الدفاع أنا أقول كان يعني ما كانت في المستوى المطلوب، خصوصا أن جودي هذا اللاعب الأفريقي كان قوي البنية كان سريع. فأنا أعتقد أنه كان وجود عامر المعتوق، لو كان عكس عامر المعتوق مع مساعد نداء كان الأفضل، كون مساعد نداء مفتاح لعب في الجهة اليسرى، عامر المعتوق أقوى بدنيا من مساعد، ممكن أنه يعني يكون سيطر على جودي نوعا ما، يراقب نوعا ما يعني الالتحام البدني كان أفضل. اعتماده على حمد العنزي وبدر وفراس، بعد بدر مطوع بعد عزيز المشعان عن منطقة الجزاء هو ما أضعف فريق القادسية في الهجوم يعني. أبو عبد الله القادسية وصل مع أوراوا يعني دور الثمانية مع الكرامة قبل النهائي، مع فريق الاتحاد النهائي وفشل فيهم ثلاثتهم، شو المشكلة في الموضوع؟ والله شوف أنا طبعا أوراوا الكرامة هذا ترى كان في دوري الأبطال. نعم دوري الأبطال نعم. إحنا ما تكلمنا لأن أنت كانت المباريات ذهب وإياب زين، وأنت مثلا تلعب قدام أوراوا في أرضه في بين جمهوره بين كذا وتطلع والله أدى الفريق وجزاه الله خير وأنت غالبه هني 3-2 ترى على أرضك فايز عليه ماشي زين. بس أنت لا تنسى أن الفرق اليابانية فرق قوية صراحة زين، يعني ما تقارن في فريق الاتحاد السوري. فريق الكرامة يعني أنت في ترتيبه وفي في في أموره حاليا يلعب في دوري أبطال آسيا يعني أقوى حتى من الاتحاد. يعني أنت تخسر بالدور الأربعة أو دور الثمانية، أنا أقول لك والله أنت في عندك نفس الحظوظ بينك وبين الفريق الثاني، بس أنت لما تجي وتلعب النهائي مع فريق أنت فايز عليه في الأدوار التمهيدية 3-0 بالراحة، ترى الفريق الاتحاد صعد عن فريق النجم اللبناني فارق هدف. نعم فارق المواجهة لا هذا له ثلاثة القادسية قول عليه على النجم، القادسية قول اثنين فصعد. هل يقول لك زين وبعدين شنو أنت قاعد تلعب بين أرضك وجمهورك، والأهم اللي مو يعطي اللاعبين يعطي الكل حافزية أنك أنت تلعب في تحفة رياضية صحيح، في ملعب في تاريخ يعني أنت 6-11 لو أي يعني حمد العنزي راح يذكر أن بيوم من الأيام تم الافتتاح الغير رسمي في نهائي كأس آسيا أو أندية آسيا كأس اتحاد آسيا زين اتحاد الآسيوي عفوا، أن انتهت المباراة في وقت الأصلي في التعادل أحرز حمد العنزي، هذا جيل عن جيل يذكره صحيح زين. فأنت بيوم من الأيام لو أنك أنت اليوم في 6-11 مسجل تاريخك، هذا التاريخ ما ينسي. يعني أنا لاعب سابق والله قلت حق واحد، قلت أنا كنت أتمنى أني مكمل لهالوقت يا معود لو قاعد احتياط بس سجل اسمي مع هاللاعبين هذيل صح، تاريخ الكل راح يذكرك. فمباراة الاتحاد ما تقارن في مباراة الكرامة، في خسارتك من أوراوا الياباني ما ما ما, ما تقارن. أنت من ساعة ذكرت قلت لي والله أنت شنو سيناريو، أنا برجع لك بس بنطلع فاصل إذا ممكن. تفضل بنطلع وياكم فاصل أعزائي المشاهدين، بس أحب أذكركم اللي بيشاركونا يرسل الحرف الزائع على الأرقام بتطلع على الشاشة، بنتواصل وياكم بعد الفاصل، فاصل ونرجع نكمل حوارنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. دكتور محسن كنا نتحكي عن خسارة القادسية دائما تكون في النهايات يعني يا دور الأربع يا النهائي، هذه خلل يعني في مشكلة يعني شلون نحل هذه؟ خلاص يعني الجهاز الإداري بيتم نفس ما هو الجهاز الفني اللاعبين، ولا لازم نعدل الأوضاع؟ والله شوف طبعا سؤالك هذا ملقب يعني لا بالعكس والله بس أنا طبعا صراحة أنا أكون صريح يعني وأنا بعادتي أكون صريح ولا هذا اللي نعرفه عنك صراحتك صراحة. طبعا هو دائما إذا أنت يعني خسرت خاصة أدوار قبل النهائي أو النهائي هو في خلل صح، يعني أنك ضحي بمدرب أو ضحي بالجهاز الإداري أو ضحي في اللاعبين، وهذه صعبة لأن صراحة اللاعبين يعني نجوم صحيح صفة المنتخب في نادي القادسية حاليا. فترى مو من العيب أن سين أو صاد من الجهاز الإداري أو الفني أنه يتحمل خسارة، وأكبر دليل خروج نادي الهلال أمام الفريق الإيراني، عبد الرحمن مساعد أعلن استقالته، قدم استقالته في الملعب يعني، وهذه من الشجاعة يعني.
احنا ما احنا نقول اللي يرى في نفسه انه فيه الخطا خليه يؤخر، بس اذا انت ما رايت في نفسك انت الخطا عدل في نفسك، اتعلم ما فيها شيء، من يعمل يخطئ، وانا اذا اخطات اتعلم. يعني انت يعني من للامانه يعني الحسره اللي في قلب 60,000 متفرج اللي في الملعب ورا الشاشات من يتحملها؟ لا يجاملون يقولون والله ان والله الملعب والله بروفا غير رسميه الافتتاح وكذا وكذا، تضيعت مني بطوله. تضيعت مني بطوله، انا الملعب اقدر اجربه باي امور ثانيه، اي مناسبه غير دخول الجمهور خروج الجمهور كذا كذا، هذا امر اخر. هذه 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 احنا ما كنا عادين لها. انا ابي الكاس، ابي العالم تفرح، واحنا احوج جمهور رياضي في الكويت حق الفوز هذا. صحيح. لا يقولون والله فوز منتخب رديف، لا صدقني، فوز القادسيه 3 أضعاف او 4 أضعاف فوز الرديف في الاردن في غرب اسيا. صح. في غرب اسيا بالذات راح نحافظ على اللقب، يعني الكويت فاز في العام والقادسيه اكيد. بحس ان الهدف اللي على نواف الخالدي غريب، انا للحين ما اعرف له تفسير، وبرجع لك نفس انت حارس مرمى برجع لك. شوف ناصر، يعني هي ما يبغي الواحد انه يجامل على حساب، يعني الهدف يتحمل نواف الخالدي من الالف للياء يعني. وانا اعتقد انه يعني هذا الهدف ما يقلل من اسم نواف الخالدي، ما ينسى كبير، ما ينسى الاساس يعني المنتخب، كان من هو افضل من نواف الخالدي، يمكن قدوه نواف الخالدي في الملاعب، يعني اخطاوا في الملاعب. صحيح. يا اخي بيتر تشيك ثالث افضل حارس في المرمى، طلع فريقه مو من كاس بطوله الاتحاد الاسيوي، طلعهم من كاس العالم. فيعني لكن الهدف انا اقول لك تحمل نواف الخالدي، لكن لا يقلل من اسم نواف الخالدي. نواف الخالدي بعد الله سبحانه وتعالى ثم هو يعني وصولنا لنهايه اسيا. يعني بحسن ليش القادسيه يعني دش عليه جول تخس بق الفريق، مو عارف شلون يرجع ثاني مره للمباراه. والله انا اقول الهدف هذا كسر نادي القادسيه واربك نادي القادسيه، وانا اقول انه في يعني ساعات، يعني احنا نقول كمدربين ان ساعات يكون الفريق ينكسر، يكون وقتك انت الحين كجهاز فني كجهاز اداري انك انت ترفع من معنويات اللاعبين، روح اللاعبين ثاني لازم لازم تردهم على تركيزهم وعلى على ثقتهم. حسوا ان المباراه يعني قبل المباراه كانت المباراه اسهل من السهل، لكن فجاه الحين ترى قاعد نشوف الهدف على الهواء ويانا. انا ودي له تفسير، يعني ليش القادسيه ما رجع بعد هذا الهدف؟ رغم انه يعني هو انا اقول لك اخوي ناصر، يعني اللي متابع المباراه في اول بدايه الشوط الثاني لعب الفريق 4-4-2، لعب فريق الاتحاد السوري. نعم. لعب محمد الحسن صريح مع جودي، فهذا اللي يمكن اربك حسابات شوي محمد ابراهيم مع دخول الهدف، هذا اللي شويه اربك حتى وجود اللاعبين وتشكيلتهم توظيفهم داخل الملعب. صح. فانا اعتقد الشوط الثاني تسيد الفريق الاتحاد من الالف للياء، جير الامور لصالحه، وهذا ذكاء المدرب تيتا المدرب رون. محسن انت حارس مرمى، شلون التعامل مثل هذه الكور؟ والله شوف بالنسبه طبعا احنا نواف نقول عنه الجسور. صحيح. وهذا لقب يستاهل صراحه، يستاهل، بس يعني قلطة الشاطر أنا ما أقول بألف، أنا أقول قلطة نواف مليون، وقلطتي أنا مليون. أنا أقول غلطة نواف فيها المباراة بطولة. لا بطولة. صحيح. زين الموضوع ما فيه أخوي ناصر أن أنت بيوم الأيام، إحنا يوم تدربنا وأي مدرب يجي يدربك، أو إحنا عقب يوم اتجهنا للتدريب ندرب الحراس نقول له أنت يا نواف أنت تلعب ضد فريق اتحاد سوري. زين محسن قبل لا تدخل، ليش خلى نواف الكرة تطيح داخل الستة؟ هذا مو أخطاء الحارس. خليني أتفضل لك. أنت تلعب ضد الاتحاد السوري. صحيح. وضد فريق القادسية. وضد الملعب وضد الجمهور. فأنت شنو لازم بالإنجليزي هيلب يور سيلف، يعني لازم أنت تشيل نفسك بنفسك. شيل نفسك بنفسك. أنت قاعد تلعب، وبعدين نواف يعني أنت مو أي حارس مرمى، أي حارس مرمى لازم يعني يعرف ان 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 الكره اول شيء شوف ترى كانت بعيده، والكره ما في فرق بين الرفعه وفي فرق بين لما يجيك الكره قص. احنا نقول حق الحارس لا تظن ان والله حسين او مساعد بيشيله كذا كذا، انت فكر شوف الكره وين تروح، وين هذا وين تروح الكره انت تتابعها. يفترض من نواف بالحاله هذه انه مو مكانه.
الكره ما تطب، احنا نقول حق الحارس بالتدريب او احنا قبل الكره ما تطب كور مثل هذه.